التسامح اقتصاد القلب، فهو يوفر نفقات الغضب ويلغي تكاليف الكراهية ويقلل ساعات التسرع ويمحو أيام الحقد. ففي القرآن الكريم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. والآن مع بحر من بحور الكلمات وسحر النغمات والقصيدة الشعرية والطالب محمد راف. أقدم على مسامعكم قصيدة كلنا حراس لمؤلف القصيدة الشاعر المهندس محمد راشد، وأهديها إلى شهيد الوطن الرائد الطيار أنطونيوس عبدالله بالجيش المصري. كلنا حراس. أدن بيدوع المدنى ترد كنيسة بالأجراس، كدف كتاب بنحرسها، وده مسلم وده مسيحي، ولادي كلهم حراس. أنا المصري وليا في التاريخ نبراس، بحب بلادي وهضبها ولون الجمح في ترابها، وحنا ومينا ومحمد وبتعطر بحب الناس. أنا المصري وليا في التاريخ نبراس، بحب وجودي جواها وحب وجودها جوايا، ولو تطلب فانا فداها راح اخذل من الطلوع متراس. انا المصري وليا في التاريخ نبراس، عجيبه بلادي والاعجب نفوس الناس، مسامحه وسمحه وسماحه، تلاقي الشيخ على المنبر وتلاقي السيس على الساحه، تلاقي ماي بتسلم على عيشه في اعيادها، وتلقى فاطمه بتعيد على تريزه في كل غطاس. انا المصري وليا في التاريخ نبراس، كتف كتاف بنحرسها، وده مسلم وده مسيحي، ولادي كلهم حراس. انا المصري وليا في التاريخ نبراس.